إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أنا في أول فيديو واحد بيعمل كابل التليفون بس باللي هو الشمع، عمل معانا جاب اهو، ويعملوا كمان ايه استكات من ورا. دي بطيخة يقطعها تطلع منه شكل حلو، فكرة حلوة دي، عاملة زي مكعبات وبياكلها بالشوكة. دي صابونة اللي هي الحتة اللي بتاعتها اللي هي السفنجة، يقطعها ويحطها من جوه عشان الصابونة مبقاش تقع في الأرض. فكرة حلوة برضه. هنا معانا مطار نحط على بغاية ويبر بيه، يعني ده هيكون فكرة حلوة، يعني بدل ما تقعد تعمل بإيديك، لا شغل المطار على طول يبرلك القلم. هنا بيبي القلم فكرة حلوة. بتاعت لفات اللبان بلاستيك وات كابويت ولعوا وطير بالونة جوا كوباية، لا متوكا مش هتخش، نفخها وهي جوا الكوباية. واو رفعها بيها، فنان فكرة حلو. دي على ما أظن كده عاملة زي مسدس، لا مش فاضية. من الجزء ده تمام كده، عمله زي مسدس ويحط فيها الحتة ديت ويضربها من قدام. طلع ده زبيرتو ويضرب بيها. لا فكرة حلوة. معايا كرتونة يقطعها، ولا الأزاز بس الكرتونة بتاعها من فوق، ومن فوق يحط لها حاجات من جوه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.